مريض. ما هذا؟ هلا درست؟ ماذا فعلت في المدرسة؟ أنا مريض أبي. أنت تلعب كثيرا. أبي بلا، أنا متأسف يا أبي. أعدك سأدرس مجتهدا في الدروس بلا كسلان. غضبتك. أنا متأسف أبي. لكي تنجح، لا أريدك أن تكون حياتك مثلي. عليك أن تغير نصيبنا. متأسف. اليوم التسليم لنتيجة الامتحان المتوسط. فخر الله. اسماعيل. حاز. حازم. بارك الله فيك. دانيال عرفان. حاشا لله، سيجلدني أبي مرة أخرى بعد رجوعي من المدرسة. ماذا ينبغي أن أفعل؟ ماذا خطئي؟ قد كنت درست بالاجتهاد في الدروس، لكنني لما حصلت على النجاح، لماذا يا الله؟ لماذا يا الله؟ حازم ممتاز، إسماعيل ممتاز، إسماعيل، عجيب، هو مثلي، لكنه ناجيا في الامتحان، عجيب، كيف؟ سأقابله بعد ذلك. هنا كيف تحصل الدرجة العالية في الامتحان؟ لما أراك مراجع الدروس لكن تنجح في الامتحان. ماذا فعلت؟ شاركني، ماذا فعلت؟ هذا سأخبر المعلم عن هذا. لحظة، لو تريد أن تنجح عليك بالكذب. تقليد في امتحان هو مفتاح النجاح. هذا سري. مفتاح النجاح. نعم.
يا رجل. لماذا؟ هذا كثير جدا في كتابة هذه المذكرة. نعم صحيح، قد تعب يدي في كتابة هذه المذكرة. لحظة لحظة، انتظرني سأدعو أحد من صديقي. هذا صديقي. يا دانيال، سأشارك معك الآن. لو نريد النجاة سنشتغل معا. لكن الكذبي. نعم نعم نعم. إلى أي مدى قد فعلتم في هذه كتابة المذاكرة؟ دعني أن أتصل بها. أي تصفر ويا لا 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 يا لا 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 فخرول هذا السعي دنيانا. تذكر على ما قد تحدثنا من قبل حتى لا يقوم المعلم. طيب يا إسماعيل، هيا 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 بسرعة، لقد تأخرتم. أين المذكرة؟ لازم لازم. بسرعة بسرعة. خذ هذه. أنا طيب. شكرا. أنا زين. طيب بعد ما نجلس.
اسماعيل دانيال. نعم. سبحان الله، مبروك عليك انك تحصل الدرجة العالية في هذا الامتحان، وارجو منك ان تكون اجتهادا في كل الدروس. انا واثق بك انك ستنجح في الامتحان المهم ان شاء الله. شكرا يا معلم، بارك الله فيك. السلام عليكم ابي. او ابي، ها؟ اين ابي؟ هنا هنا. اين؟ هنا. اوه ابي، ماذا؟ انظر الى هذه الورقه. لقد حصلت على الدرجات العاليه في كل ماده. ماذا؟ في كل ماده. هل هذا صحيح؟ صحيح. اجبتك يا بني دانيال، انك رجل ذكي مثل ابي. هذا السعي يا فخرول، هذا السعي يا دانيال. تذكر على ما قد تحدثنا من قبل حتى لا يقنع المعلم. طيب يا اسماعيل، هيا 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 بسرعه، لقد تاخرت. اسماعيل. انا مذكرة. خذ هذه. انتبه، سنبدل المذكرة في امتحان العلوم. طيب. أعطيني مذكرة. خذ هذه المذكرة. طيب. ما هذا؟ ماذا يا أستاذ؟ ماذا؟ ماذا يا أستاذ؟ لا لا، ماذا يا أستاذ؟ ما هذا؟ لا ينبغي أن تقلد في الامتحان، وأن هذا الأمر ممنوع في الامتحان. هيا اتبعني بذهاب إلى غرفة المدير المدرسة. هيا. السلام عليكم يا مدير. وعليكم السلام. نعم يا سلمان، تعال تعال. أريد أن أخبرك أن طالبان يقلداني في الامتحان. ماذا؟ أريد أن يقابلاني الآن. طيب، ادخل. تعال تعال. استغفر الله العظيم. حقيقة أن هذا الأمر قد حدث في الامتحان السابق. الفتنة الفتنة. استوعب يا دانيال، هذا ليس صحيحا. سلمان اصبر اصبر سلمان اصبر.
لكن ابن الشاهد الذي رأى ما فعلتما. يا حازم ادخل الآن. تعال يا والدي. تعال. أريد أن تخبر مدير المدرسة عن ما هذا حدث. كل يعني كل. نعم حقيقة اسمعي انا مذكرة. خذ هذه. طيب انتبه. سنبدل المذكرة في امتحان العلوم. طيب أليست هذه الأصوات من صوت دانيال وصوت إسماعيل؟ هما مقلدان؟ سأخبر المعلم عن هذا. يا سيدي. نعم. علي أن أخبرك بأن إسماعيل ودانيال قلدا في الامتحان. هل هذا صحيح؟ نعم بالتأكيد. لقد سمعت حوارهما في تبديل المذكرات. لو كنت لا تثق بي عليك أن تذهب إلى المرحلة هنا وقت الامتحان العلوم. طيب شكرا لك. هكذا. استاذ عمر. نعم. في عندي اتصال الحديث مع أبو عمر الآن. طيب أجل سأفعل. السلام عليكم يا سيد مدير المدرسة. وعليك السلام ورحمة الله. هذا أبا دانيال. نعم صحيح. ما حاجتك في المقابلة؟ هل عندك مشكلة؟ كما يقول في الحقيقة أن ابنك دانيال قد قلد في الامتحان وهذا أمر ممنوع جدا. ماذا؟ تقليد في الامتحان؟ نعم يا أب، وهذا الأمر قد حدث في الامتحان السابق. أنت ضعيف. لا حول ولا قوة إلا بالله. تأذوني. اصبر. أنت. اصبر يا سيدي. هذا ليس الطريقة في تربية الأبناء. إسماعيل، دانيال. لكل جواد كبوة.